ما عندك وجه؟ لا الحمد لله. جاي نزرع البرغي داخل الجذر، اختارينا قياس معين. هاي الطريقة، انفض البرغي، ماكو ألم عيني؟ لا لا. يحتاج بعد فرة صغيرة حتى يثبت كلش قوي. تمام، هسه اريدك تعضين، سدي سنونك. شوفي لو نلاحظ هنا هذا البرغي اكو فراغ هنا، يعني جيد مطاخ بالاسنان. عضي قوي، شوفي سوي، ما يعض بالبرغي، ما يطول. نعم تمام، اكو مسافه، جيد. ايه هسه ايش راح نسوي؟ راح نكمل حشوه هذا السن ونبني لك هذا البرغي، ونخلي كفرين على ذولا وكفر على هذا. هنا نسوي طبقتين، هاي طبقه طبقه، وهنا نبني السن بناء السن المكسور. وهذا حشوه وينتهي التجميل. ما صار عندك الام او مشاكل؟ لا ابد ماكو الام. هسه راح نبدي باسهل الشغل اللي هو الترميم والبناء. خلصنا شغل الصعب. هذا هو تدرج الالوان. راح نختار للمريضه، ابتسمي اختي، نختار فد لون يكون قريب على لون اسنانها بس شويه افتح. نختار للمريضه لون يناسبها. راح نبدي بحشوه الاسنان. هنا انتهينا من الطبقات الداخليه، بقت الطبقه الخارجيه فقط. نرتب الحشوه بهذه الطريقه، بعدين نمسحها بماده خاصه مثبته للحشوه. الآن بعد الانتهاء من الحشوة نقوم ببناء السن. طريقة العمل لبناء السن المكسول وبالتفصيل موجودة في فيديوهات سابقة، تقدرون تتابعوها. بناء الأسنان المكسورة جدا بسيط، نقوم بهذا العمل منذ 30 سنة، ولذلك نجد سهولة في ترتيب السن بنفس اليوم. بعد إضافة طبقات من مادة الزربونيا نقوم بفوليش الأسنان، ويقدر المراجع ياكل عليه مباشر لأنه قوي جداً.